السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الأعزاء. طبعا اليوم تاريخ اليوم هو 1/7/2022. هذا التاريخ يذكرني أنه أنا في تاريخ 1/7/2018 لغيت استخدام الطاقة من المولدات اللي الأهلية اللي نسميها الإيجار أو الاستئجار من شركات أو من الأشخاص الموجودين عندنا في المناطق السكنية واللي هي في تجي من بعض المولدات الكبيرة ونشحن منها أو بالأحرى يعني نستأجر منها الكهرباء. ف 1/7/2018 لغيت الموضوع وأنا اعتمدت على الطاقة، وإحنا الآن 1/7/2022 هاي السنة الرابعة إذا أستخدم الطاقة المتجددة الشمسية. الآن اليوم من 1/7 بعد ما بقت عندنا 4 سنوات كذلك وضعنا أجهزة التبريد واستخدمناها بنظام الطاقة الشمسية كذلك مثل ما تشاهدون. يعني بعض الخطوات اللي صارت عندنا أنه ضفنا هذا المكيف ضفناه، وهذا المكيف طبعا هو متعدد التشغيل يعني يشتغل اكثر من قطعه مثل ما شاهدون. هذا خط يغذي غرفه النوم، وهذا الخط يغذي الى المطبخ، وبي بعد مجموعه خطوط يعني مثل ما شاهدون هذه الخطوط، يعني هاي مجموعه خطوط غير مستخدمه لاني حاليا ذني القطع اللي غير مستخدمه راح نستخدمها ان شاء الله في وقت قريب يعني نحتاجها مثل مثال مش ما شاهدون. هذا احنا غرفة النوم بشتغل هذا الجهاز، فالمنظومة وضعنا لها هذا الكير مال الهواء الخرطوم لان كانت تبعث الحرارة هل من خلال الكونديسر او القطعة الخارجية الاوتدور، فكانت تأثر عندي على منظومة البطاريات اللي هي عندي منظومتين، منظومة بطاريات واحدة هاي ومنظومة بطاريات اثنين، فهاي الحرارة كانت تنتقل عندي وتسوي المشاكل وتأذيني كثير. فالحمد لله وضعت هذا الخرطوم، بعدنا الهواء يعني قدرنا انه نخلي الخرطوم ونبعد الهواء الى ابعد حد، والحمد لله احنا يعني حاليا مثل ما تشاهدون هاي المنظومة حاليا اللي تشتغل اللي مخصصة لتبريد البيت، هاي بس مخصصة لتبريد البيت مثل ما تشاهدوها. هذا الأزليتر السويتش مال الخلايا الشمسية، الفيوزات مال اي سي، عندك المخدار التخريج بالنسبة لجد استهلاك. هسان عندي 1677 كيلو واط مستهلك، وكذلك شاحن من الكهرباء الوطنية في 1978، وهذا أجهزة الحماية مثل ما شفت المراوح والشغلات هاي الأتربة موجودة بعد ما زالت محتاجين تنظيف، صارت فترة كثيرة وعندنا جو التراب كلش تراب، فنحتاج إلى تبريد المنظومة وإلى بعض النقاط البسيطة. راح أشوفكم هسه حاليا الشاشة الموجودة عندنا حاليا، حاليا صار عندي الخلايا 500 واط تقريبا، 500 واط 15 امبير شحن البطارية، يعني 28 بطارية معبية كامل. الاستهلاك على الحمل عندي 47% اللود، الاستهلاك عندي تقريبا حدود 1.6 كيلو واط. كذلك عندي البطاريات الداخلية مثل ما تشاهدون، البطارية الداخلية تشاهدون عندي حاليا هاي المنظومة مال الاسنشالات، البطاريات عندنا، المراوح التبريد، كذلك عندنا سيرات الخلايا مثل ما تشاهدون.
وضعنا عندنا بعض البطاريات لتقوية العمودين، كانت عندنا بعض الأعمدة بها ضعف بسيط، وضعنا مجموعة بطاريات لتقوية بعض الأعمدة اللي هو رقم عمود 6 ورقم 2 ورقم 1 وهذا رقم 3، يعني عموما تقوية العمودين بعد ما يتوازن عندنا مضبوط. هذا بالنسبة للبطاريات، كذلك هاي الانفرتر اللي موجود بالداخل عندنا، هذا الانفرتر حاليا مثل ما تشاهدون يعني اتراب، متراب تلاحظون المنظومة متروكة صار فترة، يعني الاجواء اتراب عندنا كثيرة وانتشر عندنا اتراب في كل مكان، حاليا نحتاج الى تنظيف، ممكن ننظفها اليوم ان شاء الله جمعة ان شاء الله ننظف. كذلك هذه البطاريات الداخلية اللي هي هاي الليثيوم فوسفات الليثيوم الايون اللي صار لها تقريبا هاي السنة الرابعة تشتغل عندنا، والحمد لله وضعها جيد جدا وما عندنا كل مشكلة مثل ما تشاهدون، هاي المنظومة صار لها السنة الرابعة تشتغل عندنا. عموما يعني اليوم حبينا نشارككم هذا الفيديو، لين هو هذا اليوم اللي احتفل به، صار لي 4 سنوات من لغيت الخط المولد، كذلك هذا افتتاح الخطوط مثل ما تشاهدون اصبحت حرارة سربت، راح نحاول نرجع الخطوط مكانه. بالاضافة انهم اليوم يعني مثل ما تشاهدون المنظومة اللي هاي تغذي كهرباء المنزل وهاي تغذي التبريد الموجود عندنا، هذا هاي المبردة خليناها في حالة اذا ارتفعت درجة الحرارة، يعني احنا حاطيها بمكان شوية مفتوح سطح مفتوح، فترتفع درجة الحرارة شغلها عشان تسوي تبرد لي الكونديسر الخلفي وتقلل الحرارة السبلت، لان السبلت هذا شوية نظام اوروبي فدرجة 45 حرارة، اذا 45 درجة مئوية ورا 45 يبدي يضعف عندنا، فايش اسوي؟ اشغل المبردة من تصعد عندنا الحرارة 50 توصل عمود يدفع الهواء عندي ويقلل درجة حرارة الكونديسر ويبدا يرجع التبريد الطبيعي. فجبنا الواح ثاني شمسية، راح نضيف اضافات لان نحتاج الواح، وضعنا هاي الالواح الشمسية حاليا مثل ما تشاهدون. هذه الالواح راح نضيف من فوق. عموما يعني موضوع اليوم هو شلون حول انه اليوم نحتفل السنة الرابعة انه لغينا خط الكهرباء، والحمد لله هذه طبعا النعمة الفضيلة من الطاقة الشمسية. يعني انا صار لي 4 سنوات لاقي خط المولد، ما عندي اي مشكله، كهرباء مستمره 24 ساعه، وان شاء الله راح احاول استغني عليها نهائيا، كهرباء المولد وعفوا كهرباء الدوله وكلها استغنى عليها بزياده عدد الالواح وزياده عدد البطاريات والتخزين. ان شاء الله عندنا موضوع جديد لك راح نكمل، انه عندنا ارض زراعيه راح نشتغل عليها، وان شاء الله راح نحاول انه نستغني عن الكهرباء الموجوده بالوطنيه، وراح نحاول نعتمد على طاقه شمسيه ان شاء الله. يعني قريبا تشوفون هذا الفيديو. عموما يعني مثل ما تشاهدون هاي المنظومه صار لها 4 سنوات، والحمد لله اليوم الذكرى اللي اول يوم بال4 سنوات دخلنا بيها لغينا خط المولد. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.